أستاذة مريم نعوم، أهلا وسهلا بحضرتك معانا. أهلا بحضرتك. يعني دايما بقول إن احنا استنيناكي كتير الحقيقة، كان وراكي أعمال كنت مشغولة، فأهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، شرفت. ويعني عادة ببتدي كده يعني أسئلة عنك، عن مثلا الوسط العائلي اللي بتنتمي له. أعتقد إن الأم والأب لهم ميول فنية في اتجاهات مختلفة. ده حقيقي. هي بابايا ومامتي اصلا مهندسين، بس بابايا ساب الهندسه واتجه للادب، هو اديب نبيل نعوم، ومامتي اتجهت لتصميم الحلي، فبتعمل حلي سوزان المصري. أيوة. مظبوط، فنانه تشكيليه، وده البيت اللي انا اتربيت فيه يعني. وبالرغم ان انا يعني ممكن اكون ما كنتش لسه عارفه انا عايزه اعمل ايه ابداعيا يعني، بس مع الوقت اكتشفت. طيب قبل ما تكتشفي كنت توجهتي في فتره الى دراسه علم الاقتصاد؟ مظبوط، اعتقد في فرنسا. وبعدين؟ انا كنت في فرنسا في المدرسه قبلها، قعدت سنتين في المدرسه، وبعد كده بدات ادرس رياضه بحته في الاول، واثناء الدراسه بتاعه الرياضه حسيت انه انا مش ده اللي انا عايزاه. انا عايزه ادرس سينما، وعايزه ارجع مصر ادرس سينما في مصر. فحولت اقتصاد فتره صغيره بس، لحد ما يعني اقنع بابايا ومامتي ان انا عايزه ارجع مصر واشوف هعمل ايه بالظبط. وفعلا يعني رجعتي؟ رجعت. انا حتى الترم الثاني في الكليه ما امتحنتش يعني، انا قررت ان انا هرجع وخلاص، وقفلت الباب ورايا وقلت لهم انا عايزه ادخل معهد سينما في مصر وعايزه ادرس سينما. يعني اختيار مبكر جدا الوضع، كنت صغيره كان يعني. عندي مثلا يمكن 18 او 19 سنه، كان عندي 19 سنه. ومين اللي اختار المعهد العالي للسينما؟ انا، لانه ما كانش في غيره وقتها لتدريس السينما. وفي الاخر كمان هو بابايا كان عدد كبير من المخرجين اصدقائه يعني، فانا متربيه كمان في وسط فيه سينمائيين كتار. كان في الله يرحمه محمد خان، وكان في استاذ خيري بشاره. ده كان الاجواء اللي انا كبرت جواها، فانا عارفه انه انا لو عايزه ادرس سينما فانا هروح المعهد واتعلم سينما. وقبل ما اجي على طول في السنه الاخيره وانا في فرنسا، كانت معهد العالم العربي عامل احتفاليه بال 100 سنه سينما مصريه. أيوه. على مدار 4 شهور، فكان يوميا بيتعرض تقريبا 3 أو 4 افلام مصريه مرممه. فتقريبا قبل ما ارجع كنت شفت ما يزيد مثلا عن 100 فيلم مصري. وخلاص كنت انا راجعه، انا عارفه تاريخنا السينمائي، وده خبره كبيره، وده اللي انا عايزه اكمل فيه.